الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة. كنا قد تحدثنا في الفقرات السابقة عن تعريف لكل أزمنة الخاصة بالصرف في اللغة الفرنسية. في أول الأمر تحدثنا عن المجموعات الكبرى، كما قلنا نتكلم عن مود، كما نتكلم عن طريقة صرف. هذه الطريقة بمعنى معين أنها تنضوي تحت منها واحد المجموعة ديال الأزمنة. طبعا كما رأينا فيما سبق بأن أهم هاد لي مود وأكبرهم هو لو مود انديكاتيف، هو لو مود انديكاتيف. ثم رأينا فيما بعد لو مود كونديسيونيل، ثم لو مود سوبجونكتيف، ثم لو مود بارتيسيب. وقلنا بأن لو بارتيسيب ما هو إلا شكل من أشكال الفعل، يعني أن الفعل لا يصرف مع الضمائر، بل أن الفعل تياخذ واحد الشكل معين باش يفيد واحد المعنى معين. بحال اللي تكلمنا على لو بارتيسيب باسي، هذا شكل معين تياخذ الفعل تنضيفوه لوكسيليير سوا اتر او افوار باش نحصلوا على واحد الزمن مركب. طبعا غنشوف فيما بعد هاد الأزمنة المركبة واللي تيتصرف فهاد الأزمنة المركبة، مثلا لو باسي كومبوزي، مثلا لو بلوس كو بارفي، مثلا لو فوتور انتيريور. هذه كلها أزمنة مركبة تلقاو فيها لوكسيليير يا اتر او افوار زائد هاد لو بارتيسيب باسي اللي ما تيتغيرش. كما قلنا بان اللي تيتصرف هاد الأزمنة هو لوكسيليير يا اتر او افوار. طبعا هاد لوكسيليير تيتصرف في البريزون، تنزيدو له لو بارتيسيب باسي تنحصلو على لو باسي كومبوزي. هاد لوكسيليير تنصرفو في لامبارفي، تنزيدو له لو بارتيسيب باسي مثلا تنحصلو على لو بلوس كو بارفي. هاد لوكسيليير تنصرفو في لو باسي سامبل، تنزيدو له لو بارتيسيب باسي علاش نحصلو؟ تنحصلو على لو باسي اونتيريور. وهكذا نفس هاد لو بارتيسيب طبعا انه تتكرر، هذا لو بارتيسيب باسي. لكن ايضا عندنا في نفس هذا لو مود اللي هو لو مود بارتيسيب، عندنا لو بارتيسيب بريزون. طبعا هذا ما تنضافش، هذا ما تنضافش لي زوكسيليير يعني الافعال المساعده، بل انه فقط شكل من اشكال الفعل. مثلا نقول اون مارشون، جو مونج اون مارشون، انا اكل ماشيا، ماشيا اون مارشون. هذه ماشيا ما تتعود حتى على شخص، هذه صيغه تقال هكذا ماشيا ما تتعودش على شخص. شكون اللي تيخلينا نفهمه بان تتعود عليا انا او عليك انت او على الاخر؟ هي جو مانج، انا اكل، ثم اون مارشون يعني انا اكل ماشيا. هاد اون مارشون ما تنعرفوا على من تتعود الا بالعوده لهاد جو مانج. اذا هي شكل من اشكال الفعل اللي تياخذ الفعل طبعا باش نفيدو مثلا كما عندنا هنا تزامن، يعني انني تنقوم بهذا الفعل في نفس الوقت اللي تنقوم به بفعل اخر. ثم عندنا لو مود جيرونديف، ثم عندنا لو مود جيرونديف طبعا عندو علاقه ب لو مود بارتيسيب، ولكن لو بارتيسيب بريزون. مثلا عندما نقول مارشون هذا لو بارتيسيب بريزون ديال لو فيرب مارشي. لو مود جيرونديف، لو مود جيرونديف طبعا لو جيرونديف المقصود به الى خدينا لو بارتيسيب بريزون، لو بارتيسيب بريزون دو فيرب مارشي اللي فعل تمشى، طبعا غتكون عندنا مارشون تنضيفو لها ان تي في مكان او ار. لكن عندما نضيف لها اون نقول مثلا اون مارشون يعني ماشيا، جون مونج اون مارشون انا اكل ماشيا، تنضيف لها هاد اون تنحصلو على لو جيرونديف. ثم عندنا لو مود امبيراتيف، طبعا الامبيراتيف فيه في الامبيراتيف باسي، ولكن اللي مهم هنا هو الامبيراتيف بريزون، هو الاكثر استعمالا. ثم عندنا لو مود انفينيتيف، حتى هو في الانفينيتيف بريزون وفي الانفينيتيف باسي. الانفينيتيف بريزون هو اللي تنعرفو الفعل انه تيكون ما مصرفش، تتكون عنده او ار
بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، أو تتكون عنده إيغ بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية، أو تتكون عنده واغ أو إيغ أ إلى غير ذلك بالنسبة للأفعال المنتمية للمجموعة الثالثة. طبعا أيضا في نفس هاد لومود، لومود انفينيتيف كما رأينا، كاين لانفينيتيف باسي، وهذا حتى هو تيستعمل طبعا بشكل أقل. على كل حال عندنا واحد المجموعة ديال لي مود، تيمكن لينا نصنفو هاد لي مود إلى بيرسونيل و امبيرسونيل. باش نفهمو هاد القضية ديال بيرسونيل و امبيرسونيل، خاصنا نشوفو هاد المصطلح، المصطلح ديال لا بيرسون. كما لو نقول الشخص، تنتكلمو على الضمير لا بيرسون، سير ا بريسيزي سي لو سوجي دو لا فراز بارل دو لوي. إذا لا بيرسون سير ا بريسيزي، إذن كما نتكلم هنا عن الضمير أنه يصلح للتوضيح، كما نقول سي لو سوجي إذا كان الفاعل دو لا فراز، يعني فاعل الجملة، بارل دو لوي، أنه يتكلم عنه هو. إذن هاد لا بيرسون سير ا بريسيزي، إذن هاد الضمير يصلح للتوضيح سي لو سوجي إن كان الفاعل دو لا فراز، فاعل الجملة، بارل دو لوي، يتكلم عنه. تتكون عندنا واحد الجملة فيها واحد الفاعل، ممكن الفاعل يكون ضمير أو اسم. إذن طبعا هاد لا بيرسون هو اللي تيخلينا نفهمو بأن واش الفاعل تيتكلم على نفسه، الفاعل تيتكلم على نفسه. بحال دابا أنا أقول جو سوي بارتي، أنا انطلقت. الفاعل هنا لو سوجي هو جو، هو جو، أنا أتكلم عن نفسي أقول جو سوي بارتي. إذن هنا لا بيرسون هو اللي تيخلي الفاعل يقول لنا واش يتكلم على نفسه. إذن مثلا هنا كما قلت هاد جو هذه في محل الفاعل، تتكلم على نفسها اللي هو أنا، تنتكلم على نفسي. إذن أقول مثلا جو سوي بارتي، أو نقول مثلا نصون بارتي، نحن ذهبنا. إذن هنا الفاعل تيتكلم على نفسه وتينوب على الناس اللي معاه مثلا، إذن يقول نصون بارتي. أو أن الناس كلهم اللي مشاو اللي انطلقوا كلهم تيقولوا نصون بارتي، نحن ذهبنا. إذن على كل حال تنتكلموا هنا على الضمير جو أو نو، جو أو نو. إذن كما نقول بأن الفاعل يتحدث عن نفسه، إذن سي لو سوجي دو لا فراز بارل دو لوي. إذن طبعا هاد لا بيرسون أن تتوضح لنا إن كان الفاعل، إن كان فاعل الجملة سي لو سوجي دو لا فراز بارل دو لوي، إن كان يتحدث أو يتكلم عن نفسه. الفاعل باش يتحدث على نفسه خاصو يقول جو أو يقول نو، ما يقولش تي، غيولي يتحدث على واحد آخر، أو يقول مثلا إيل، غيولي يتحدث على واحد آخر في الغائب. أكلك، أو إن كان الفاعل يتحدث إلى شخص، المقصود هنا سي لو سوجي دو لا فراز بارل أكلك، بارل أكلك. إذا طبعا لا بيرسون هنا توضح لنا إن كان فاعل الجملة بارل أكلك، يتحدث إلى شخص مثلا تي أو بيافو، يتحدث إلى شخص أمامه يقول تي، أنت أو أنت، يقول فو، يتحدث إلى مجموعة أشخاص. ممكن في حالة الاحترام يستعمل فو رغم أنه يتحدث إلى شخص واحد، يقول له أنتم. أو دو كيلك، أو يتحدث عن شخصين. راه كاين فرق هنا، كاين فرق بين بارلي أكيلك أنك تتحدث إلى شخص، أنه في الوجه ديالك، أنك تتحدث في وجهه، وبيان دو كيلك، وبيان بارلي دو كيلك أنك تتحدث عن شخصين هو ما موجودش. إذا نتكلم عن الغائب هنا. إذا مثلا عندنا إيل أو آل، أو إيل أفك أس، أو آل أفك أس، أو أون. إذا نتكلم عن إيل يعني هو، آل هي، إيل أفك أس يعني هم، آل أفك أس يعني هن، ثم عندنا أون. هاد أون
تنتكلم فيها على العموم. ممكن نتحدث عن شخص، مثلا نقول البعض من الناس، إذا ممكن نستعمل هاد أون. بغيت نتحدث على واحد الشخص مثلا، ما بغيش نذكر الاسم ديالو، أو بغيت نتكلم على مجموعة أشخاص ما بغيش نذكر الاسم ديالهم، أو أتحدث عن نفسي أو نتحدث على نفسي ومعايا ناس آخرين ولكن ما بغيش نذكر الاسم. نقول مثلا أوني بارتي أليكول، يعني أننا ذهبنا إلى المدرسة. هنا ما ذكرتش الاسم ولكن راه باين بأنني مشيت أنا أو ربما مشاو معايا ناس آخرين، إذا نستعمل هاد أون. إذا كما قلنا هنا la personne sert à préciser si le sujet de la phrase parle de lui, مثلا je, nous, si le sujet de la phrase parle à quelqu'un, tu, vous, ou bien si le sujet de la phrase parle de quelqu'un. Comme exemple, on peut utiliser il, elle, il avec s, elle avec s, ou bien on. طبعا لي مود بيرسونيل اللي تستعمل هاد الضمائر اللي راينا لو مود انديكاتيف، طبعا كل ديك الازمنه اللي شفنا في الانديكاتيف كلها تستعمل جو تي ايل ال اون نوفو ايل افيك اس ال افيك اس. ايضا لو مود كونديسيونيل حتى هو ستا مود بيرسونيل لانه تستعمل هاد الضمائر وممكن نتحدث عن اشخاص. نقول مثلا لي بوبل بدل اننا نتكلم عن ايل افيك اس، اذا نتكلم عن لي بوبل يعني الشعوب مثلا، او نتحدث عن لي زاليف التلاميذ، او نتحدث عن لي زاليف مثلا لي بروفيسور مثلا لي زوم لي فام، بدل الحديث عن ايل افيك اس، او نتكلم عن احمد بدل الكلام عن ايل الى غير ذلك. اذا نتكلم عن مود بيرسونيل، إذا نتكلم عن مود أنه يستعمل هاد لي بيرسون، سواء تحدثنا عن الأسماء أو نتحدث عن الضمائر. ثم عندنا لو مود سيبجونكتيف، أيضا لو مود سيبجونكتيف سي مود بيرسونيل. ثم عندنا لو مود امبيراتيف، لو مود امبيراتيف نتحدث عن الأمر، لو مود امبيراتيف إذا نتكلم على المود الخاص بالأمر. طبعا كما تنعرفوا بأن الامبيراتيف تستعمل فيه ثلاثة ضمائر، ممكن توجيه الأمر لشخص أمامك تقول له أنت افعل، أو توجه الأمر لمجموعة أشخاص أمامك تقول لهم افعلوا، وممكن توجه الأمر إلى نفسك ومن معك تقول لهم فلنفعل هذا الأمر. إذن طبعا كما تلاحظوا هاد لومود أيضا تستعمل هاد لي برونون بيرسونيل. إذن نتكلم عن مود بيرسونيل. طبعا هناك دي مود امبيرسونيل بحال لو مود انفينيتيف ملي تنتكلمو على الفعل غير مصرف، اذا نتكلم عن حاله فعليه لا تصرف مع ضمائر. نتكلم مثلا عن لو مود جيرونديف، هذا شكل من اشكال الفعل كما راينا ان الفعل تياخذها وما تتصرفش مع ضمائر. ثم لو مود بارتيسيب، لو مود بارتيسيب نتكلم عن تلك الحاله اللي تياخذ الفعل تنضيفها طبعا لي زوكسيليير باش نحصلوا على واحد الزمن معين مركب للفعل. اذا تحدثنا طبعا عن لو بارتيسيباسي ممكن انه يصلح لحالات اخرى ولمعاني اخرى. ايضا لو بارتيسيب بريزون هذا حاله اخرى كما راينا، هي حاله فعليه، هي حاله ياخذ الفعل وتدل على واحد المعنى ديال التزامن مثلا ملي تنتكلموا على لو مود جيرونديف. طبعا حتى هاد لي زوتر مود اللي ما تيكونش فيهم لي برونون بيرسونيل، اذا حتى هادو راه مهمين خاصنا نعرفوا المعاني ديالهم واش من وقت تستعملوا. قبل هذا طبعا يجب ان نعرف معنى لي مود بيرسونيل ثم معنى الازمنه المنضويه تحتها. الا مشينا لي مود اون ديستينغ لي مود بيرسونيل، اذا في اللغه الفرنسيه في الصرف الفرنسي اون ديستينغ، اون ديستينغ يعني اننا نميز لي مود بيرسونيل، اذا نتكلم عن الوان الصرف بيرسونيل يعني اللي عندها علاقه بلي بيرسون، اللي عندها علاقه بالاشخاص كما نقول او بالضمائر. كاين عندنا لانديكاتيف كما راينا الان، لو سيبجونكتيف، لامبيراتيف، طبعا عندنا حتى لو كونديسيونيل
qui s'adresse à une personne, التي توجه إلى شخص. Des modes impersonnels. ونميز أيضا des modes impersonnels. في المقابل ديال هاد لي مود بيرسونيل اللي تيكونوا فيهم الضمائر تنقول انت تفعل هو يفعل نحن نفعل الى غير ذلك هناك دي مود امبيرسونيل هناك مودات كما نقول غير شخصيه مثلا لو جيرانديف كما راينا نقول مثلا اون مارشون ماشيا اون مانجون اكلا اون بارلون متكلما إذا الفعل تياخذ هذه الحالة كما تلاحظوا ما تتصرفش مع شي ضمير إذا نتكلم عن مود امبيرسونيل ثم عندنا لو بارتيسيب مثلا لو بارتيسيب باسي كما ذكرنا قبل الآن نتكلم عن حالة فعلية نضيفها لوكسيليير باش نحصلوا على واحد الزمن مركب بحال لو باسي كومبوزي بحال لو فوتور أونتيريور بحال لو بلوس كو بارفي إلى غير ذلك ثم عندنا لو بارتيسيب بريزون تنضوي تحت هاد لو مود حتى لو بارتيسيب بريزون ملي تنقولو مارشون اما الا قلنا اون مارشون تنتكلمو على لو جيرونديف لو جيرونديف اما اذا قلنا مارشون هادي بوحدها بلا اون هذا تنتكلمو على لو بارتيسيب بريزون اللي تنزيدو الاون و تنحصلو على لو جيرونديف وعندنا لو بارتيسيب باسي اللي تنضيفوه لوكسيليير يا اتر او افوار و تنحصلو على زمن مركب ثم عندنا الانفينيتيف اي الانفينيتيف ثم عندنا الحاله اللي تيكون فيها الفعل ما مصرفش هادو هما لي مود اللي عندنا طبعا كلها تتنضوي تحت منا ازمنه ثم عندنا الازمنه المنضويه تحت هاد لي مود عموما تنتكلموا على لو باسي اذا نتكلم على الماضي سي لاكسيون دون اون بارل دون لا فراز اي تيرميني طبعا هذه معروفه اذا كان الفعل دون اون بارل الذي نتحدث عنه دون لا فراز في الجمله اترميني انه انتهى اذا طبعا واحد الفعل تنتكلم عليه في واحد الجمله انه انتهى اذا واضح باننا نتحدث عن الماضي الوغ لا فراز اي او باسي اذا الجمله هي في الماضي لي طون دو باسي سون الازمنه الخاصه بالماضي هي لامبارفي لو باسي سامبل Le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le passé récent. Had le passé récent, ma charnage li a fait ma sabak, lekin ranchoufou inch'Allah ma'a le futur proche. Li anna titchbeh lo. Ranchoufou ma'a le futur proche, li anna terkiba dialo titchbeh lo. Le présent situe un fait au moment même, et de netkelem à le présent situe. Anno kamerou naqoul. يموقع يموقع تيحط واحد الحاجه في واحد المكان ان في اشنو تيحط تيحط واحد الفعل او مومون في واحد اللحظه ميم نفسها او اون بارل حيث نتكلم اذا لو بريزون هو اللي تيجيب لنا واحد الفعل ويموقعه في اللحظه اللي حنا تنتكلموا فيها ما معنى هذا معنى هذا اننا تنتحدثوا على واحد الحاجه في الوقت اللي حنا تنتكلموا فيها عليها في الوقت اللي تنتكلموا على ديك الحاجه اذا لو بريزون سيتو ان في او مومون ميم او اون بارل او اون بارل اذا الحاضر هو الذي موقع واحد الفعل واحد الحدث او مومون ميم في نفس اللحظه او في اللحظه نفسها او اون بارل حيث نحن نتحدث Ou il présente l'action au cours de son accomplissement. Ou أنه تقدم الفعل الفعل على الأرض au cours كما نقول أثناء de son accomplissement كما نقول أثناء إنجازه أثناء القيام به أثناء إنجازه إذن هو تقدم لنا واحد الفعل أثناء إنجازه إذن نقول فلان يقوم بكذا وهو في ديك اللحظة تيقوم داك الفعل اكزامبل تو ترافاي اكزامبل امثله تو ترافاي انت تعمل الان انا اقول هذا الكلام في الوقت الذي انت تعمل فيه ثم نو غاردو ان فيلم ممكن يتصل بشخص يقول لي ماذا تفعل اقول له نو غاردو ان فيلم نحن الان
ننظر إلى فيلم، نتحدث عن فعل ما في اللحظة التي نتحدث فيها. ثم عدنا لو فيتور، إذن ذكرنا لو باسي الماضي، ذكرنا لو بريزون يعني الحاضر، ثم لو فيتور يعني المستقبل. سي لاكسيون دون تون بارل دون لا فراز سو ديرولغا بلو تار، إذا كان الفعل دون تون بارل الذي نتحدث عنه دون لا فراز في الجملة سو ديرولغا أنه سيتم بلو تار فيما بعد. Alors la phrase est au futur. إذن الجملة هي في المستقبل. Les temps du futur sont. أزمنة المستقبل هي. Le futur simple. إذا نتكلم عن المستقبل البسيط. اللي تيتصرف فيه الفعل بوحدو. تنزيدو له لي تيرمينيزون. ما تيكونش مع لوكسيليغ افوار او اتر. كما مع le futur antérieur. ثم عندنا le futur antérieur. طبعا نتكلم عن زمن في المستقبل تيجي قبل le futur simple كما ذكرنا. او futur composé او تنسميوه le futur composé. هاد le futur antérieur تيتسمى ايضا le futur composé. علاش؟ لان كما ذكرنا الان هاد le futur antérieur على عكس لو فيتور سامبل اللي هو بسيط، لو فيتور انتيريور تتكون من لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، قبل منه تنصرفو لوكسيليير افوار او اتر. اذا نتكلم عن فيتور كومبوزي، اذا نتكلم عن مستقبل مركب، مركب من لوكسيليير زائد لو بارتيسيب الخاص بالفعل المصرف في الزمان. ثم عندنا لو فيتور بروش. طبعا لو فيتور بروش كما راينا هو تضمن لو فيرب الي كنصف مساعد، او دعونا نسميه مساعد. ضروري يكون عندنا لو فيرب الي. جو في بروندر، انا ساخذ. وقارنا هذا بالدارجه المغربيه تنقولوا انا غادي ناخذ. اذا هذيك غادي بحال تنتكلموا على لو فيرب الي. نفس الشيء في اللغه الفرنسيه تستعملوا لو فيرب الي. اكزومبل كمثال تي جوغا افيك ال. تنتكلم هنا على الفيتور سامبل كما تنشوفوا عندنا الفعل بوحدو اللي مصرف. تي جوغا انت ستلعب افيك ال معها. اذا انت ستلعب معها او انت ستلعبين معها. اذا نتكلم على لو فيرب جوي او فيتور سامبل. ثم نو لوي اشيترون ان كادو، نحن سنشتري له هدية. نولوي أشيترون، نولوي أشيترون أن كادو. إذا عندنا لو فيرب أشتي أو فيتور سامبل. في الأزمنة عموما نتحدث عن لو باسي لو بريزون إي لو فيتور. وكما تلاحظوا بأن لو باسي في واحد المجموعة ديال الأفعال، لو بريزون نتحدث عن الحاضر طبعا في زمن واحد. ثم عندنا لو فيتور. لو فيتور ايضا فيه مجموعه ديال الازمنه. تبقى لنا فقط نشير لواحد المساله وهي مساله لي غروب دي فيرب. اذا نتكلم عن مجموعات الافعال في اللغه الفرنسيه. il existe trois groupes de verbes. في اللغه الفرنسيه هناك ثلاثه مجموعات. اولا المجموعه اللي كثيره بزاف لي فيرب دو بروميير غروب. اذا نتكلم عن افعال المجموعه الاولى. Les verbes du premier groupe sont ceux qui. إذن les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى sont ceux qui. Sont ceux qui. هم الذين كما نقول à l'infinitif. عند l'infinitif sont ceux qui. هم الذين à l'infinitif. عند عدم التصريف. L'infinitif du verbe. نتكلم عن الحالة اللي ما تيتصرفش فيها لو فيرب الفعل. ذكرنا فيما سبق لو مود انفينيتيف. اذا حتى هاد الحاله اللي الفعل ما تيتصرفش فيها حتى هي سموها مود، ماشي شي حاجه. سو تيرمين بار او ار. اذا هاد الافعال في هاد الحاله انهم تنتهيو ب او ار. سوف لو فيرب الي، الا باستثناء لو فيرب الي.
الا لو فيغ الي، كما تنشوفوا انه تينتاب او اغ، ولكن ما غنصنفوش مع الافعال اللي عندها او اغ ملي تتكون في حاله لانفينيتيف، في حاله عدم التصريف، ما تتكونش مصرفه مع شي ضمير. علاش لو فيرب الي خرجناه من هاد المجموعه؟ كما غنشوفوا بان في الصرف ديالو تيبقى يتلون، والافعال المنتميه للمجموعه الاولى انها الاسهل، ان الاسهل في الصرف. بمجرد نحافظوا لي تيرمينيزون ديال وحده منها يمكن لنا نطبقوها على باقي الافعال اللي عندها او اغ، لكن لو فيرب الي تيخرج لنا من هاد الحاله، اذا ما يمكن لناش نخليوه مع هاد المجموعه اللي تيختلف عليها. اذا لو فيرب الي كابارتيان او تخوازيام جروب. طبعا مادام انه ما انتماش للمجموعه الاولى غنهزوه ونديوه للمجموعه الثالثه، وكما غنشوفوا بان المجموعه الثالثه هي اللي فيها واحد المجموعه ديال الافعال ما تتنتميش للمجموعه الاولى وما تتنتميش للمجموعه الثانيه. ثم عندنا فيرب دي دوزيام جروب، ثم عندنا افعال المجموعه الثانيه. لي فيرب دي دوزيام جروب سون سو، اذا هم الذين دون لانفينيتيف، اللي عندها لانفينيتيف سو تيرمين بار اي ار، هي اللي عندها لانفينيتيف تتنتهي باي ار. والصافي والصافي هذا هو الشرط، لا ماشي بحال المجموعه الاولى. اي كي فون اي سون او بارتيسيب بريزون، وهي التي تفعل اي سون او بارتيسيب بريزون. كيفاش غنعرفوا هذه القضيه؟ غنرجعوا للصرف، غنقلبوا على الصرف ديال الفعل وغنشوفوا واش عندو اي سون ولا لا. بحالاش؟ بحال لو فيغ فينيغ، لو فيغ فينيغ عندو اي ار. طبعا في لو بارتيسيب بريزون نقول فينيسون، طبعا لو جيرونديف تنقولو اون فينيسون، منتهيا او مكملا، انك تتكمل واحد الحاجه. إل كخي اون فينيسون، هو يصرخ منهيا، منهيا عمله مثلا، اون فينيسون سون ترافاي. إل كخي اون فينيسون سون ترافاي مثلا، اذا هو يصرخ مكملا عمله. اذا هذا مكملا، طبعا كما تلاحظوا لو فيرب فينير انه خدا هاد ايسون. واش كاين شي افعال اخرى عندها اي ار وما تديرش هاد ايسون؟ طبعا كاين. بحالاش لو فيرب فينير، لو فيرب فينير فعل اتى، نقول مثلا اون فونو، اون فونو يعني ماجيا، ماجيا يعني اتيا. اذا اون فونو عندها ا ان تي، ما عندهاش ايسون. لا نقول مثلا اون فونيسون، الصرف ديالو هكذا. الى رجعنا للجدول ديال الصرف غنلقاو بهذا الشكل. اذا هذا الفعل اللي هو فونير رغم انه عنده اي ار ما غينتميش لهاد المجموعه، غنهزوه نديوه للمجموعه الثالثه. اكزامبل، مثال فينير كما ذكرنا الان، نقول فينيسون. ثم عندنا فيرب دي ترويزيام جروب، عندنا افعال للمجموعه الثالثه. لي فيرب دي ترويزيام جروب، اذا افعال المجموعه الثالثه كونتي ان تحتوي تو لي زوتر تيرمينيزون، تو لي زوتر تيرمينيزون. المجموعه الثالثه كونتي انها تحتوي تو لي زوتر تيرمينيزون، يعني كل النهايات الاخرى. ما معنى هذا الكلام؟ تنتكلموا على بقيه الافعال اللي ما عندهاش اي ار، تنتكلموا على تيرمينيزون ا لانفينيتيف. طبعا الفعل ا لانفينيتيف تتكون عنده هذه النهايه اللي هي اي ار. طبعا نتكلم عن المجموعه الثانيه مثلا، ولكن الشرط الثاني خاصو يكون اي سون. او نتحدث عن الافعال المجموعه الاولى تتكون عندها لا تيرمينيزون هي او ار، يعني النهايه ديال الفعل هي او ار ا لانفينيتيف عند عدم التصريف. هنا تنتكلم على افعال اخرى ا لانفينيتيف تتكون عندها تو لي زوتر تيرمينيزون، كل النهايات الاخرى. بحال دابا لو فيغ فواغ عنده واغ،
كوم تيرمينيزون يعني كنهايه. مثلا الا خدنا لو فيرب بروندغ عندو دي ار او او عندو ار او كتيرمينيزون. الا خدنا لو فيرب لير عندو ار او كتيرمينيزون. الا خدنا مثلا لو فيرب كراندغ كراندغ عندو كوم تيرمينيزون دي ار او الى غير ذلك. اذا نتكلم عن تو لي زوتر تيرمينيزون، الافعال اللي عندها لي زوتر تيرمينيزون من غير ار ومن غير اي ار، ولكن بشرط الفعل يدير اي سون، بقيه هاد الافعال انها تتمشي للمجموعه الثالثه. اذا نوتي بيان، اذا كملاحظه ثوازيام جروب كونتيان دي فيرب كي اون لا تيرمينيزون اي ار. ممكن كما ذكرنا قبل قليل ان في لو ثوازيام جروب في المجموعه الثالثه ممكن يضم افعال عندها اي ار، بحال اللي راينا بحال اللي شفنا لو فيرب فينير لو فيرب بارتير. وممكن ايضا يضم فعل عنده ار اللي هو لو فيرب الي، طبعا هو الوحيد. اما اي ار ممكن نجد اكثر من فعل. إذا نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.